تعلم نعم الله حتى تعرف من هو الله وتقدر الله حق قدره. كل نعمة حينما تأتي تتنعم بها اعلم أن الله أعطاكها، ولو شاء الله لانقلبت عليك نقمة، ولو شاء الله لم ترها عينك ولم تسمع بها أذنك. فكل شيء حتى القلم في يدك كتب الله، أمره الله أن يكتبه في يدك، ولو شاء الله أن يجف، ولو شاء الله أنك ما تكتب. كل شيء تتفكر فيه بعظمة الله عز وجل ترفع الثمرة رطبة ترفعها، تريد أن تفطر وأنت صائم وتقول سبحان الله، لأن الله كتب أن هذه الرطبة تأتي من القصيم إلى المدينة، ومن الرياض إلى المدينة، ومن المدينة إلى الرياض، لأنها رزق عبدي فلان، فطورا له من صومه أو فطورا له في صباحه من يومه، يأخذها مع القهوة يستصبح بها. لكن هل سأل نفسه أن هذا البن الذي يطحن من الحبشة أو يأتي من اليمن أنه رزق ساقه الله لك؟ غفل عن النعم، متى تشكر؟ متى تشكر؟ لا يشكر الله إلا من أحب الله. ولذلك قال إني أحبك فلا تدعن كلمات تقولهن دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلنستفق من هذه الغفلة، هذه النعم التي نعيشها ينبغي أن نذكر بها أنفسنا، وأن نذكر بها أولادنا وإخواننا وكل من أعطاه الله خير يذكر به، فإنه أقل وعشر معشار، يمكن أقل من العشير، من فضل الله عز وجل عليه. ومع هذا إن ذكرت الله ذكرك، وإن شكرته في النعمة بارك الله لك فيها، وإن شكرت أحبك زادك، وسنجزي الشاكرين، الله يحب الشاكرين الذي يشكر الله. ولذلك الشكر لا يعطى إلا لأهل التوحيد الخلص المؤمنون الكاملون في إيمانهم، بقدر محبة الله للعبد يعطيه الشكر، أن الشكر هذه منزل عظيم. الشكر كل شيء، حتى لو نظارة تضعها على عينك، حتى لو كساء تضعه على رأسك، شكر، لأن هذه النعم ما هي عبث، وما أعطيت عبثا، حرمها غيرك وأعطيتها، أرزاق قسمها ربها، خلق الخلق فأحصاهم عددا وقسم أرزاقهم فلم ينس أحدا. لا تحسب أن هذا كله عبث، تدخل وتخرج وتتبرد وتتدفى، إن جاءك الشتاء تدفأت، وإن جاءك الحر بردت، ما هو عبث هذا. ستحاسب والله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لتسألن عن نعيم يومكم. وأين النعيم الذي كان فيه الصحابة من النعيم الذي فيه نحن؟ فينبغي أن يستيقظ الإنسان من الغفلة، وأن ينتبه، ونبه من حولك من إخوانك من أصحابك.